الله أكبر. وحن مقالدة جوكتية عاصمة الديغان كالصومالي دلقتو كذي صلاة روب دونا. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يستر الناس أجساتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وحنا قبت سلاة اللغو توكاني وهايد قرون كاكو بدا عاكتي عاسمة دا تشكتيغا كاقصو قيب قليمة دا حوينها الديغان كمصطفى محمد عمر وعلمة دا وأييلكا هاويان كا يصيدو كلا دالين يرادا كونو المقالة دا تشكتيغا يدو اللغو ترحي اللي آيكو هفستي أبارباني قبلة دا ديغان كصومالي دا قار كامي دا سيدو كلا أبار تاسي دادكا وبداني أي سامي سي وحا أي نغدين دادكا حولا دغتا دا أيو بيرالي دا جمع الكريم علينا التناصح والتوجيه إلى الخير والتواسي بالحق والصبر عليه والتحذير بما يغضب الله عز وجل والتواسي أيضا بما يرضي الله سبحانه وتعالى وهو الإعطاء والصدقة بالفقراء والمساكين والمحتاجين. إخوة الكرام، إذا رحم بعضنا البعض يرحمنا ربنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إخوتي في الله، الآن نلاحظ ونرجع إلى جهة الدعاء والاستقبال إلى القبلة. انتها سيكا دي ماركي سالة دالة توكادي وحا هالكا سيكا دعيي قار كاميدا علماء الدين كي يووا ييل كوحا ينا شعبكا كعود سادين إن لايس عافيو سي الله ينوغا دلقادو وابارتا وحانا مصطفى ديق ورقالان تافكا زماليكا زيبيي مقالة دي تشكتيا.